السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواء أنت رجل تشتكي من السمنة الزيادة أو ضعف الرغبة أو تضخم البروستاتا أو خوف من سرطان بروستاتا أو سمنة مزمنة أو عندك مشاكل في الجلطات أو القلب، سواء أنت سيدة تكيس مبايض خايفة من سرطان الرحم أو سرطان المبيضين أو الدورة مش منتظمة أو عندك حب الشباب أو عندك سمنة مفرطة أو بلوغ مبكر في بناتك، كل ده يرتبط بشيء واحد اسمه الاستروجين. حلقة في غاية الأهمية، حاجات موجودة في كل بيوتنا بناكلها ونستخدمها تزود الاستروجين الضار وتدخلنا في مشاكل، وطرق سهلة قوي ان احنا نحل هذه المشكلة. حلقة في غاية الأهمية، شيروها، ما تنسوش صورة الكهف. انا كريم علي، نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر ثاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. أهلا بيكم. الأول، الاستروجين ده موجود، لازم كل الهرمونات تبقى بنسبة مظبوطة تماما. أي زيادة في الاستروجين، غدة الدرقية، التستوستيرون، الجروس هرمون، أي زيادة طفيفة جدا في الهرمونات تؤدي إلى عواقب وخيمة، فكله بالمسطرة، كله يعني نانو جرام في دمنا محسوب. اللي يعلي الاستروجين في جسم الرجالة والستات والبنات الصغيرين، خد عندك أول حاجة الصويا، فول الصويا، منتجات فول الصويا. في حاجة اسمها فايتو استروجين، يعني هرمون الاستروجين النباتي يدخل الجسم يقلد الاستروجين اللي في جسمنا، فالاستروجين يعلى. اهم سبب موجود الصويا. الصويا ما بتكلمش على النيتو او الميزو، اللي هو ليها شرطين: غير معدلة وراثية، وأورجانيك، ومتخمرة، ثلاثة. فانت عايز تاكل صويا، خلاص انت واحد نباتي، ما تقدرش تستغنى عن اجبان الصويا. ما تاخد مش معدل وراثي، وخدها اورجانيك، وخدها فيرمنتد متخمره، تاخد صويا عادي. انما الحاجات العاديه اللي في بيوتنا مليانه مليانه فايتو استروجين، تعلي استروجين العيله كلها. دي اول حاجه. تاني حاجه القمح. القمح والشعير والذره فيهم حاجه اسمها ZEA، زي رالينون. المادة دي دوروا ورايا وبحثوا في جوجل وبحثوا في الرسائل العلمية عن المادة الزي اي اي. المادة دي اللي موجودة في القمح والشعير والذرة عبارة عن اميونو توكسيك استروجين سابستنس. يعني ايه؟ يعني مادة تدخل الاميونيتي تعمل لها سمية لمناعتك، تدخل المادة الجسم تعمل زي الاستروجين، لان هي تركيبها شبه الاستروجين بالظبط. مادة الزي اي اي اللي موجودة في القمح والشعير والذرة، كل بيوتنا فيها قمح. كل ما بتكلمش على جلوتين، حتى القمح اللي خالي الجلوتين بقى انا مانع المرضى بتوعي او الناس اللي بنصحهم، حتى لو قمح خالي جلوتين ما تاخدش دوره، حتى لو مش معدلة وراثية. ليه؟ عشان مادة الزي اي اي اللي هي بتبوظ المناعة، تاني حاجة بتعمل استروجين شبه الاستروجين، فتعلي الاستروجين الجسم ويحصل المشاكل الكبيرة اللي احنا سمعناها. النقطة اللي بعد كده السكر. مين في بيته ما فيهوش سكر؟ مشكلة السكر في حاجتين مع الاستروجين. أول حاجة، لما تاكل سكر الإنسولين يعلى. لما الإنسولين يعلى، في حاجة بتقل في الجسم اسمها 6 هرمون بايندينج جلوبلين، اللي هو حاجة بتمسك الهرمونات في الدم فما تبقاش زايدة. ده لما يقل، مين اللي هيمسك الهرمون الفري تستوستيرون والفري استروجين اللي في الدم؟ مفيش حاجة تمسكه، فيزيد في الدم. فالإنسولين يعلى، اللي بيمسك البعبع بتاع الاستروجين والتستوستيرون عشان يبقى بالملي بيقل، فكل جسمك يتملي استروجين زيادة او تستوستيرون زيادة بشكل ضار. الحاجة التانية في السكر، السكر بيسبب سمنة، وخلايا الدهون نفسها بتفرز استروجين. ويا رجال، في حاجة اسمها عندك تستوستيرون، طبعا ده هرمون الذكورة يا دكتور. هرمون الذكورة بيتحول لهرمون انوثة بحاجة اسمها اروميتيز. الاروميتيز ده بيجي منين؟ من الخلايا الدهنية اللي حوالين محيط الكرش او محيط الوسط. حتى تستوستيرونك بيتحول لاستروجين، وتدخل في مشاكل السمنة وضعف العضلات والجلطات. الاستروجين لما يعلى، الجلطات تزيد على طول، فاش كلام. فده مين اللي في حياته مش موجود السكر والقمح؟ يعني في كل بيت. الحاجة اللي بعد كده، ازايز الميه البلاستيك او ازايز عصاير بلاستيك، اي حاجه فيها ماده اسمها بي بي اي، بيسفينول. البيسفينول ده
عبارة عن حاجة اسمها اندوكراين ديسربتور، يعني ديسربتور يعني مزعج، يعني بيبوظ الغدد الصماء في جسمك، بيبوظ الهرمونات كلها اللي في جسمك. البيسفينول ده موجود في كل ازايز المية، عشان كده اتكلمت في حلقة قبل كده لازم يبقى حاجات البيبيز، ازايز البيبي، الببرونات يا ريت ازاز، قالوا يا دكتور ما ينفعش ازاز، يبقى تجيب بلاستيك مكتوب عليه خالي من البي بي اي. مهم جدا البيسفينول ده، كل الاندوكراين سيستم بتاعك او الغدد الصماء، الغده النخاميه، الغده الدرقيه، الغده الفوق كلويه، الخصيه، المبايض، كل ده بيتاثر بماده البيسفينول اللي موجوده في ازازه الميه، البلاستيك اللي بتنزل في الميه ونشربها مع كل ميه وانت خارج ازازه الميه. عرفت ان الحاجات دي موجوده في كل بيت؟ الحاجه اللي موجوده في كل بيت الالبان، وخصوصا البان شرب مزارع، البان شرب مش اجبان، مزارع، اي حاجه في مزرعه دايما اللي بيبقى في منتجات اللبن بتاعتها استروجين زياده، بيجي من البقره او بيجي من الجاموسه او بيجي من الحيوان اللي بيستخدموه في المزارع، بيبقى فيه استروجين زياده فبيسبب كل المشاكل اللي احنا فيها. الحاجه اللي بعد كده الفراخ المزارع اللي بتيجي فيها كثير من الهرمونات، بيستخدموا مضادات حيويه، بيستخدموا حبوب منع الحمل عشان تعبي ميه في جسمها فتكبر بسرعه. فتخيلوا انا قلت ايه النهارده؟ قلت ازايز ميه وسكر وقمح وصويا والبان. مين مش موجودين في بيته هذه الاشياء؟ ياما اتكلمت ان احنا تخلصوا من هذه الاشياء حتى لو مش مرضى، عشان سبب واتنين وتلاته، ومن اهم الاسباب ان نترك السكر والجلوتين وشرب الالبان وخصوصا البقري والمزارع، البعد عن الاستروجين المسمم للجسم البشري. نتخلص من هذه المشكلة ازاي يا دكتور؟ اول حاجة امنع كل ما سبق، كل اللي انا قلته امنعه على قد ما تقدر، او قلله على قد ما تقدر، او يعني حافظ على بناتك الصغيرين وعلى اولادك وعلى عيلتك من هذه المنتجات. دي حاجة. تاني حاجة، طب ماشي الاستروجين دخل، نخلصه ازاي؟ مين العضو، وخلي بالكم الحتة دي مهمة قوي، مين العضو اللي مسؤول عن الديتوكس في الجسم؟ الكبد. عندك كبد دهني؟ عندك فيروسات؟ كبدك مش شغال كويس؟ هتتخلص من الاستروجين ازاي؟ عشان تتخلص من الاستروجين الجسم بيتخلص، يعمل ديتوكس في الكبد بواسطة مساعدة الايودين، يبقى اليود، ويتخلص منه في المرارة. البايل احد سبل التخلص من الاستروجين. عرفتوا اللي بتشيل المرارة او بيشيل المرارة احد مصايبها ليه بيحصل مشاكل في الغدة الدرقية ويحصل مشاكل لا قدر الله سرطانات؟ ليه؟ لان الاستروجين عالي. ايه يا دكتور دخل المرارة بالاستروجين والسرطانات؟ اديكوا عرفتوا الصلة النهاردة، ان الجسم كله متصل. يبقى نعمل ايه؟ حافظ على مرارتك على قد ما تقدر، ولو الكبد عندك في مشاكل اديه حليب الشوك 1 جرام 3 شهور كل سنة كديتوكس للكبد، وحافظ على اليود في جسمك، اعشاب البحر، تاكل حبوب كلب، تاخد ايودين نقط. راجع حلقة اليود مش هتكلم فيها، ولكن اليود مهم جدا والمرارة مهم جدا عشان تدي زوبة زقة اللي هو الكبد، يخلصنا من الاستروجين. الحاجة التالتة اللي بعد كده، خس وخسي. طول ما في دهون في جسمك لا يمكن قدرتك تبقى تمام، طول ما في دهون في جسمك لا يمكن هرموناتك تبقى تمام، لان في استروجين بيجي بالزيادة. انا قلت قبل كده الرجالة اللي بتدور على القدرة الحقيقية او التغيير الحقيقي في القدرة، خس. لا تقول لي برشام، ولا تقول لي مكملات، ولا تقول لي بودرة الشيخ عفريت، ولا حجاب الست مولولو، مفيش الكلام ده. خس وحسن اكلك، هتلاقي القدرة زادت لغاية 70 سنة واتحدى. يبقى رجالة وستات يخسوا، واثناء انك بتخس طبعا هتقلل، توقف الخبز وتوقف السكر، فضربت لي عصفورين بحجر، قللت الحاجات المضره، وكمان لما خسيت قللت تحويل الاستروجين. الحاجه اللي بعد كده الدم، ما اقدرش ما اتكلمش عنه. دي ماده طبيعيه موجوده في البروكلي والبروكسل سبراوت، رهيب، هحط لكم صورته، ما اعرفش اسمه ايه بالعربي، والارنبيط. الحاجات دي فيها ماده اسمها الدم. الدم ده بيعمل ايه بقى؟ بيدخل يدور على الاستروجين ويظبط الليفل. ده في نوعين من الاستروجين، استروجين ضار واستروجين نافع، البالانس بتاعهم هو اللي بيعمل المشاكل دي. مش عايز اصعب الحلقه، الخلاصه الدم ده بيظبط كله، بيديك استروجين على المفتاح، بريفكس سوبر لوكس.
الدم 100 مللي جرام لو انت خدته مكمل من شهر لشهرين. اتكلمنا على الدم ده قبل كده فين؟ سيبكم امشي، سيبكم اروح اصلي. ها، في حب الشباب، الله يكرمكم، اتكلمت على الدم مهم جدا في حب الشباب، لان احد اسباب حب الشباب ان هو الاستروجين اللي مش مظبوط للرجاله والستات. اللعيب كمال الاجسام اللي بياخدوا هرمونات، ليه بيطلع لك حب شباب في ظهرك وفي وشك؟ عشان حصل استروجين زياده، عشان كده بتاخد انت حاجه توقف الاروماتيز في الاخر، انتوا عارفين الكلام ده طبعا. ارجع للموضوع. الدم ده اللي هو اتكلمنا عليه حب الشباب ينفع قوي في موضوع الاستروجين، لانه بيظبط الاستروجين على المفتاح من شهر لثلاثه مع وقف الاسباب. ما تقوليش اخد دم واخد حليب شوك واحافظ على مرارتي وانا لسه باكل قمح وباخد صويا وبشرب في ازازه بلاستيك وكلام. امنع، احنا هنا منع الاسباب. دم ده مهم جدا. الحاجه اللي بعد كده شاي القراص، النتل رهيب. شاي، هاتوه شاي، شاي اشرب كل يوم كوبايه، مضاد التهاب رهيب، بيحسن المناعه بشكل رهيب، بيظبط الاستروجين بريفكس على المفتاح. الحاجه الاخيره اللي بعد كده اوصي بيها الكيتو دايت. الكيتو دايت احسن حاجه تظبط الهرمونات، تدي هرمونات، تدي دهون فتبني بهرمونات كويسه، يعمل مضادات التهابات، ما فيهوش لا خبز ولا سكر ولا نشا كتير ولا حاجه تاثر على تعمل ديسربتور ولا حتى في فول صويا، فمنع حاجات كتير قوي، فمنع المضر واداك المفيد اللي هو الدهون المفيده. عشان كده قلنا تكيس المبايض، لا مش هتخفي لو ما دخلتش كيتو دايت، رهيب بشكل غير طبيعي. مش طول عمرك 3 شهور، من 3 ل 6 يخسسك، يقلل الالتهابات، يظبط الاستروجين، يدي هرمونات، يخلي الهرمونات بتتصنع بشكل كويس ومفيش التهابات كتيره في جسمك. نقطه تانية عايز اتكلم عليها خلاصه كده، احنا السمنه يا اولاد، السمنه، انا عايز اخس عشان صحتي تبقى كويسه، دي صح تمام انا معاكم، بس في حاجه افضل من كده، خلي صحتك كويسة عشان تخس. النقطة دي أنا سيبها للآخر عشان اللي ساب الفيديو وراح يتفرج على ماتش الكورة ما توصلوش. أنت جسمك بيتخن غير أن بتاكل كتير عشان حاسس بسمية، جسمك مش في حالة الصحة. لو جسمك في حالة الصحة مش هيحوش دهون، مش هيزود مخازن السموم في الجسم اللي هي الدهون، مش هيحس بالخطر فيحوش دهون للمستقبل. فانت اوصل لحالة الصحة تخس بسهولة، مش تخس بسهولة توصل لحالة الصحة. دي الناس الليفل الاولاني، انك خس يا ابني عشان صحتك تتحسن، دي الناس العادية. لما فكر تاني، اوصل لحالة الصحة في الطريقة هتلاقيك لازم بتخس وجسمك بيفقن الدهون بسهولة، لان الميكروبيوم اتظبط، لان الكورتيزول قليل، لان اكلك نظيف، لان صحتك بقت تمام، لان ما فيش التهابات، ما بقاش فيه سموم، فجسمك يفقد بسهولة ويروح لحالة الصحة اللي هي الجسم المناسب. نقطة دي مهمة جدا، عيشوا حياة صحية عشان تخسوا، مش تخسوا عشان تعيشوا حياة صحية. شكرا ليكم، حلقة في غاية الأهمية. لو وصلت هذه الحلقة وشيرتها لعيلتك، هنحمي ناس من حاجات يعني من مشاكل رهيبة بشوية معلومات نمنعها أو حاجات نفهمها عن جسمنا عشان نتخلص من الاستروجين الزايد. شكرا ليكم ان انتوا كملتوا معايا هذه الحلقة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. سلام عليكم، باي.